والقانون الذي يدعو لتأميم الشركات الأجنبية في روسيا، ما أصداؤه حتى الآن؟ وهل يعطي ثقة ربما من قبل الروس في تعامل الحكومة مع هذه الأزمة؟ دينا، يجب التنويه أنه حتى هذه الساعة روسيا لم تتبنى قانون بتأميم الشركات الأجنبية على الأراضي الروسية. لا زال النقاش يدور في الدائرات أو في بين السلطات الروسية حول تأميم الشركات الأجنبية. بطبيعة الحال الشارع الروسي يرغب باتخاذ القيادة الروسية هذه الخطوة نظرا إلى المحاولات الغربية لتأميم الشركات الروسية المتواجدة في الخارج. الشارع الروسي يؤكد على أن الغرب يريد سرقة الأصول الروسية بأي وسيلة كانت أو تحت أي آلية يمكن للغرب بأن يسرق فيها الأموال الروسية. يحق لروسيا ما يحق للدول الغربية، هكذا يبرر الشارع الروسي خطوة تأميم الشركات الغربية على الأراضي الروسية. روسيا بطبيعة الحال تعرب عن أملها في أن لا يتخذ الغرب هذه الخطوة نظرا إلى أن روسيا بالمقابل سترد على بالمثل، أي على مبدأ ردة الفعل. ويحق لروسيا ما يحق للغرب، وعدد الشركات الغربية المتواجدة في الأراضي الروسية كبيرة جدا، ومبالغ التي من الممكن أن تجنيها الخزينة الروسية في حال أممت هذه الشركات فهي أيضا مبالغ هائلة جدا. والإدارة الروسية حتى الساعة تناقش مسألة تأميم الشركات الغربية. مراسل القاهرة الإخبارية حسين وعربي، شكرا جزيلا لكما.